طيب احنا كانت لسه بقى لامية بتقول لنا اخر الاخبار الفنيه، خلينا احنا نروح نشوف مع حضراتكم اخر الملخصات للحلقات الخمسه من مسلسلات رمضان. كان كلها طبعا احداث مشوقه وخلاص الاعمال بقى ابتدت كده تشد حيلها ونشوف بقى احداث كتير جدا، كان بقى في الاعمال الوطنيه او الاجتماعيه او الكوميدي. خلينا نتابع مع حضراتكم ايه اللي حصل في الحلقات اللي فاتت عشان اللي ملحقش كمان الحلقات من اول رمضان يقدر يتابع كمية بقى الأحداث اللي حصلت والملخصات يا مصطفى. خلينا نقول لكم برضو أن معانا مجموعة كبيرة من المسلسلات في هذا التلخيص، من أبرزها المسلسل الوطني الكتيبة 101، من بينها المسلسل الديني رسالة الإمام الكبير قوي الجزء السابع في الكوميديا، وعندنا أيضا جعفر العمدة وسره الباتع وسوء الكانت وغيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخصها في سياق هذا التقرير. الحلقات الخمسة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101 اللي شهدت الحلقة اجتماع الشيخ موسى مع أحد شباب القبيلة من أهالي سينا اللي أخبروا بأنه في شخص في العيلة شغال في التهريب، وده اللي استدعى من خالد الصاوي الترتيب لقعدة في أسرع وقت. بعدها عمل اتصال مع وحيد اللي بيجسد شخصيته الفنان فتحي عبد الوهاب من أجل عودته لسينا في أسرع وقت ممكن. كمال شغال في التهريب ومن زمان وما في شك نار. متأكد يا إيباه؟ وعندي شهود يشهدوا قدامك وقدام كل الناس. يبقى الجمعة بإذن الله في قاعدة بلغ الكل. ماشي. شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام للنجم خالد النبوي سفر الإمام الشافعي لطلب العلم، وبدأت الحلقة بإن الإمام الشافعي شاف المخطوطات وراح لمعمل الكيمياء، وهناك قابل أروى جودة صاحبة المعمل وبيحاول يفهم منها كم من الوقت تستطيع أن تحفظ البرديات بالكلام اللي عليها. محفوظة ترجمة وتدوينا بالتمام يا محمد بن إدريس. تشرفنا يا ابن إدريس. أتعلم الكثير في الكيمياء؟ ما أحتاجه منها فقط. في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع وصل الكبير أحمد مكي ومربوحة رحمة أحمد للقاهرة، ولما وصلوا لمحطة القطر فضلت مربوحة تعبر عن سعادتها بالرحلة، وجيل الكبير مكالمة شغل بلغته إن الاجتماع تأجل 3 أيام، وهنا انتهزت مربوحة الفرصة وطلبت من الكبير يفسحها في البرج وتركب مركب في النيل. عايزة تفتحي فيه؟ عاوز أركب مركب في النيل. ماشي يا كيادة، ماشي يا خياصة، وعاوزة طلب كمان. واه، وانا عفريت ولا كأنك حكيت الفانوس؟ عشان خاطري يا كبير، عاوزة اطلع البرج. شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل السفارة بطولة الفنان أحمد أمين العديد من المشاهد، أبرزها مشهد أغنية القرشين اللي غناها أحمد أمين من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشفعي وتوزيع أحمد وحيد كينج. وواصل أمين خلال الحلقة الخامسة من المسلسل تجسيد شخصية مطرب المهرجان، ومن ناحية تانية بيقوم طه الدسوقي بدور شقيق أحمد أمين. عيني على القرشين، عيني على القرشين، لما القرشين يظهروا بيبان الفرق ما بين الخلق، أما القرشين يكتروا. عيني على القرشين، عيني على القرشين، لما الحلقة الخامسة من مسلسل ألف حمد لله على السلامة بطولة النجمة يسرى شهدت أحداث مختلفة. فوقية اللي بتجسد شخصيتها شيماء سيف أخذت ملابس يسرى وابنها آدم الشرقاوي علشان تغسلهم، وده اللي خلاهم يتصدموا خصوصاً وإن الشنط مع بنتها سماح. فين البنطلون يا فوقية؟ بنطلون إيه؟ بنطلون سامح كان في التليفون بتاعه، اوعى تكوني غسلتيه. وأنا مالي يا أخويا؟ هو أنا أحط إيدي في بنطلون راجل غريب؟ أنا بفتش بنطلون جوزي بس. يا نهار اسود منيل، انا غسلت البنطلون بالتليفون. كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيلي كريم العديد من الأحداث، أبرزها قيام شخص مجهول ملسم بتهديد نادرة نيلي كريم بقتل ابنها يوسف لو ما تنزلتش عن الأرض، ووقتها ما كانش قدامها حل إلا إنها قامت بوضع رضاعها في السلة وهربت بيه من شباك الأوضة، ولما دخلت أنس أو ندى موسى لأوضة نادرة ما لقتهاش، فراحت على الفور لمامتها سكينة أو فريدة سيف النصر وقالت لها، وهنا جن جنونها وراحت فوراً علشان تبلغ عبد الجبار أو جمال سليمان. حصل اللي خايف منه، بس هيروحوا مني فين؟ أنا عبد الجبار
وناري هتحرق النجح باللي فيه. في ايه يا ابوي؟ ومين دول؟ هيكونوا مين غير بيت ابو عصاية؟ عملوا ايه تاني يا كبير؟ خطفوا يوسف وامه. في الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رياض، جه فيها سؤال الفنان عصام السقا نعيم لمحمد رمضان جعفر، وقال له ابنك عايش ولا ميت؟ وهنا رد عليه جعفر العمدة وقال له كلكم بتسألوا السؤال ده، وسوريا سألته وأنا جاوبت إن ابني عايش في الجنة. فرد عليه نعيم عينك وانت بتشوف ابنك بتقول إن ده واحد مش عارف ابنه عايش ولا مات. ابني عايش ولا ميت يا جعفر؟ عايش ولا ميت يا جعفر؟ رد عليا. يا بنت السؤال اللي انت بتسألي ده، عايش في الجنة ومع الأبرار، ده لو انت ندخل الجنة على حسه ده. شاهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج العديد من الأحداث المشوقة. جميلة أو ريهام حجاج خبت اللي حصل من أكرم أو نبيل عيسى، وشهيرة أو سوسن بدر على زوجها زياد أو هاني عادل، وبيحاول شريف إنه يتودد لشهيرة وبيأكد لها إنها امرأة حرة في اختياراتها، وهنا فضحت شهيرة خطته. حضرتك حرة، لك مطلق الحرية تعملي اللي أنت عايزاه، انطلقي. وما شاء الله يعني أنت لسه صغيرة وحلوة والعمر كله قدامك. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده مش هياكل معايا، قوله لحد غيري. انت كل اللي يهمك الورث اللي راح لجميلة. بصراحة في الحلقة الخامسة من مسلسل سوق الكانتو ظهر حسنين عبد العزيز مخيون جوه مقر عمله، واخبروا واحد من رجالته انه في ضيفة، وهنا ظهرت راوية او مي عز الدين، وطلبت من طه أمير كرارة إنها توصل لدكان الأحمر. عرفت بقى اسمها الدكان الأحمر ليه؟ لا أنا أقولك، الدكان ده مقفول من زمان، كبارات السوق لما كانوا بيتباحوا قدام بيحطوا ايديهم في الدم بعدين على الدكان، فلونه بقى أحمر فسموه الدكان الأحمر. بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل سر الباتع بجنازة الشيخ صابر هشام الجخ، وخرج كل أهل بلدة شطنوف متأثرين بقتله، وطلب حامد بالقصاص من اللي قتلوه، وتحولت الجنازة لمظاهرة. وراح أهل القرية وفي مقدمتهم حامد أو أحمد صلاح السعدني، وردد الجميع هتافات عن الشهداء، معتبرين صابر شهيد من شهداء القرية. إحنا مش هناخد عزا صابر قبل ما نجيب حقه. بالهداوة بس يا حامد يا حبيبي، دول أصلهم مش عيلة، قتلوا مننا واحد فهنروح نجيب طالنا منهم. ده جيش.